صباح الورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير، والنهارده ان شاء الله عامله لكم الشال السهل الخفيف ده. الشال ده خد السكارف هياخد منك شلت خيط، والشال كله هياخد حوالي شلتين ونص خيط، خيط رفيع زي ما احنا عاملين في الفيديو. كنا عملنا قبل كده الغرزة العنكبوت اللي هي بالجراني دي، عملناها مستطيل، وعملنا الغرزة دي، بس دي كانت دسمة شوية، يعني هي دي المستطيل المثلث بتاع المستطيل ده، تمام، بس دي دسمة شوية، لكن دي خفيفة ورقيقة، مش بتاخد خيط خالص. تنفع تعمل بخيط سيفي زي مصر البيضاء، ليزا كوتون ان جولد، خيط الصياد، خيط الصياد لو انت عايز تعملي حاجة مختلفة. في منها مفرش مربع برضو، لو انتوا عايزين اعمل لكم مربع تقدر تعملي منها مربع وتعملي بخيط الصياد، هيبقى جميل جدا وسهل وسريع. تقدر تعملي بكرطبة، او تقدر تعمليه شتوي بخيط ليزا بيبي سكريم او ليزا هابي بيبي، او هيمالايا افري داي، او هيمالايا بينو، او هيمالايا البين، او اس جي، او ناكو، اي خيط مش سميك قوي، علشان الفراغات دي لما تبقى بخيط سميك بتبقى شكلها مش حلو. يا رب ان شاء الله يكون سهل عليكم ويعجبكم، لايك وشير الفيديو، بحبكم جدا، ورايكم بيهمني فوق ما تتخيلوا في التعليقات. مستنيه اشوف رايكم، واشوف انتوا ان شاء الله، انا بجهز لكم البلوزات اللي انتوا اتفقتوا معايا عليها، بس برضو مستنيه اشوف رايكم، احنا هنعمل ده المستطيل بتاعها ولا لا، وهنعمل ايه، وعامله لكم الكنار بتاعها منها فيها علشان ما تلفوش، عشان في اكتر من شال كنتوا بتلفوا على الكنارات، اهو كنار منه فيه. وبرضو لو انت عايز ترجعي للقايمه بتاعه الكنارات، ممكن تغيري الكنار ده، الكنار ده بيتعمل في الاخر بعد ما نخلص الشال، تشيلي الكنار ده وتعملي الكنار اللي انت حباه. نبتدي بسم الله. بسم الله. هنستخدم خيط رفيع زي اليزا بيبي سكريم، او خيط قرطبه، او خيط قطن زي اليزا كوتون جولد سواء تويت او عادي، او خيط روما، او خيط اليزا ديفا، او خيط مصر البيضاء، اي خيط عندك تقدر تستخدميه. القطن طبعا للخيط الصيفي، والاكريليك لخيوط شتوي، يعني الموديل ده ينفع صيفي وشتوي. وطبعا هستخدم لو هستخدم اللي هو بيبي سكريم او كوتون جولد، هستخدم ابره رقم 3.5، وخيط اليزا ديفا هستخدم ابره رقم 3. انا بحب اجيب الخيط من جوه البكره عشان ما تفضلش رايحه جايه معايا، ما تتوسخش وما توجعش ايدي، لما بتفضلي تشدي بايدك الشمال كتير الايد بتتعب، وناس كتير بتشتكي ان الايد تعبانه، ده بسبب شد الخيط بالايد كده. هنعمل 11 سلسله، هنعمل اول عقده بدايه. ولو انت جديده معانا في القناه، انا عامله قايمه منفصله فيها شغل الكروشيه، تعليمه من الصفر، وفي عندي تعليم تريكو وفي تعليم خالص. هعمل كده اهو، ادي فتله قصيره، هدخل الابره هنا واسحب الفتله القصيره كده، تمام. هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سلسلة. السطر رقم 1 هنسيب، هاخد لفة الاول، هسيب من بعد الابرة 1 2، استنى اوضح لكم الصورة كده اوضح، 1 2 3 4 5 6 7، وفي رقم 8 هدخل واعمل عمود، لفه لفه واخرج من حلقتين، لفه واخرج من حلقتين، لفه، وفي السلسله اللي جنبيها هدخل واعمل عمود، لفه، وفي السلسله اللي جنبيها هدخل واعمل عمود، لفه، وفي السلسله اللي جنبيها هدخل واعمل عمود. هعمل 2 سلسلة وهاخد لفة وهعمل عمود في نفس السلسلة اللي عملت فيها اخر عمود، وده اول سطر. برضو بالخيط القطن هيبقى جميل جدا ورقيق قوي 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 يعني، تمام. اعمل 7 سلسلة، ده السطر رقم 2.
هعمل 1 2 3 4 5 6 7. وعشان في ناس بتسأل السبعة أعمدة السبع سلاسل بتوع ايه بقى، عشان تبقي فاهمة مش تشغلي وانتي مش فاهمة. التلاتة سلسلة، الأربعة سلسلة بدل ارتفاع، والتلاتة سلسلة بدل فراغ. تمام، هاخد لفة وهلف الشغل نفسه، وفي الفراغ اللي هيقابلني ده هعمل 4 أعمدة. ادي 1 2 3 4، هعمل 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سلسلة، وهاخد لفة في الفراغ اللي هيقابلني. طبعا هسيب ال4 أعمدة دول، في الفراغ اللي بعديه ده هعمل 4 أعمدة. ادي 1 2 3 4. هتلم دلوقتي لما تشتغلي فيها. هعمل 2 سلسلة، 1 2، هاخد لفة هفوت من هنا من تحت من هنا 1 2 3، وفي ربع سلسلة هدخل واعمل عمود كده. هي عشان في ناس بتسألني بتقول لي عايزة بعد كل سطر تشوف شكل ايه. احنا كده في السطر رقم 2، هيبان دلوقتي لما نشتغل تاني. السطر اللي بعده مش عارفة رقم 3 راح فين. هنعمل 1 2 3 4 5 6 7، هاخد لفة وهلف الشغل. في الفراغ اللي هيقابلني ده هعمل 4 أعمدة. هعمل 1 2 3 4 أعمدة. هعمل 1 2 3 4 5 6 سلسلة، وهاجي في هنا اهو، وهعمل غرزة حشو في النص الفراغ ده. وبعدين اعمل 1 2 3 4 5 6 سلسلة، هاخد لفة وهسيب الأعمدة دي، وفي الفراغ ده هعمل 4 أعمدة. ادي 1 2 3 4، هعمل 2 سلسلة وهاخد لفة وهعد من تحت من هنا 1 2 3، وفي ربع سلسلة هدخل واعمل عمود. وده السطر اللي بعديه بيظبط بعد ما بتشتغلي زي ما عملنا كذا موديل من الغرزة دي. بعد ما بتشتغلي شوية بتحسي ان هو خلاص ظبط معاكي. السطر رقم 4، هعمل 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7، هاخد لفة وهلف الشغل. في الفراغ اللي هيقابلني هعمل 4 أعمدة. ادي 1 2 3 4، هعمل 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6، وهاجي في هنا في عندي حشو. اوكي، هعمل قبل الحشو حشو، وفوق الحشو حشو، وبعد الحشو حشو. هعمل 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 سلسلة، هعدي الأعمدة دي، وفي الفراغ هعمل 4 أعمدة. ادي 1 2 3 4، و2 سلسلة، وهاخد لفة وهعد. بصي من فين هنا، من هنا 1 2 3 سلسلة، وفي رقم 4 هدخل واعمل عمود. تمام، هنا رقم 5، هعمل 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7، هاخد لفة والف الشغل. فأول فراغ هيقابلني هعمل 4 أعمدة. 1 2 3 4، هعمل 8 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة. عندي هنا في 3 حشو. قبل الحشو هعمل حشو، وهعمل حشو في كل غرزة من التلاتة دي. 1 2 3،
وهعمل حشو بعديه كده. بقى عندي 5 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة. هاخد لفة واسيب الأعمدة دي، بعديها هعمل 4 أعمدة، 1 2 3 4 2 سلسلة، وهاخد لفة وعد من تحت من هنا، 1 2 3، وفي سلسلة رقم 4 هعمل عمود، وده السطر رقم 5. سطر رقم 6 هعمل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهاخد لفة والف الشغل. فأول فراغ هعمل 4 أعمدة، ادي 1 2 3 4. هنا بقى هنبدأ وحدة جديدة، هنعمل ايه؟ 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هاخد لفة، وبعد الأعمدة على طول هعمل 4 أعمدة، ادي 1 1 2 3 4، بعدين اعمل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي هنا 5 حشو، هتجاهل اول حشو وهعمل حشو فوق التانية، حشو فوق التالتة، حشو فوق الرابعة، وهتجاهل اخر حشو. هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8، وهاخد لفة، وقبل الأعمدة ما تبدأ هعمل 4 أعمدة، أدي 1 2 3 4، هعمل 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سلسلة، وهاخد لفة، وبعد الأعمدة هعمل 4 أعمدة، أدي 1 2 3 4، هعمل 2 سلسلة وهاخد لفة وعد من هنا، 1 2 3، وفي رابع سلسلة هعمل عمود. هنا هنبدأ وحدة جديدة هنا ووحدة جديدة هنا، هيبقوا 2 بدل ما هما واحدة. سطر رقم 7 هعمل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهاخد لفة وهلف الشغل. فأول فراغ هيقابلني هعمل 4 أعمدة، 1 2 3 4، هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 سلسلة، وفي نص الفراغ ده هعمل حشو. هعمل 6 سلسلة، 6 سلسلة، هاخد لفة بعد الأعمدة دي على طول هعمل 4 أعمدة، 1 2 3 4، هعمل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، هعمل هنا عندي 3 حشو، هتجاهل الأولى والأخيرة، وفي النص هعمل وحدة حشو. هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة، وهاخد لفة. هنا عندي أعمدة، قبل ما تبدأ الأعمدة هعمل 4 أعمدة، أدي 1 2 3 4، هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 سلسلة، وهدخل هنا في الفراغ ده وهعمل حشو. هعمل 1 2 3 4 5 6 سلسلة، وهاخد لفة، هسيب الأعمدة دي في الفراغ ده، هعمل 4 أعمدة، 1 2 3 4، 2 سلسلة، هاخد لفة وهعيد 1 2 3، وفي رابع سلسلة هدخل وأعمل عمود. سطر اهو،
دي خلاص بدأت هي هتكمل خلاص، وهنبدأ هم في الاثنين التانيين. رقم 8 هعمل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 سلسلة، وهياخد لفة هلف الشغل. فأول فراغ هيقابلني هعمل 4 أعمدة، أدي 1 2 3 4، هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. عندي هنا في واحدة حشو، قبليها هعمل حشو وهعمل حشو فوق الحشو وحشو بعد الحشو، هعمل 1 2 3 4 5 6 سلسلة وهاخد لفة. هسيب الأعمدة دي وبعديها هعمل 4 أعمدة، أدي 1 2 3 4، هعمل 2 سلسلة، 1 2، وهاخد لفة وهاجي هنا هو قبل الأعمدة اللي هتقابلني بعد كده، وهعمل 4 أعمدة. دي خلاص هتلم اهي، 1 2 3 4، هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. عندي هنا بعد الأعمدة هنا في واحدة حشو، هعمل قبليها حشو وفوق الحشو حشو وبعد الحشو حشو، هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 سلسلة، هاخد لفة واسيب الأعمدة دي في الفراغ اللي بعديها هعمل 4 أعمدة، ادي 1 2 3 4، 2 سلسلة، هاخد لفة واعد 1 2 3، وفي رابع سلسلة هعمل عمود. ولا أسهل سطر رقم 8. سطر رقم 9، 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، هاخد لفة والف الشغل. هعمل هنا اهو في أول فراغ 4 أعمدة، 1 2 3 4، 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، هنا عندي 3 حشو، قبل الحشو خالص هعمل 1 حشو، وهعمل حشو فوق أول حشو، حشو فوق تاني حشو، حشو فوق تالت حشو، حشو بعد الحشو، يبقى كده عندي 5 حشو. هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8، هاخد لفة، عندي هنا 4 أعمدة و2 سلسلة و4 أعمدة، في الفراغ ده هعمل 4 أعمدة، أدي 1 2 3 4، 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، هنا عندي 3 حشو، هعمل قبليهم حشو وحشو فوق أول حشو، حشو فوق تاني حشو، حشو فوق تالت حشو، حشو بعد الحشو، كده بقوا 5. هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة وهياخد لفة، عندي أعمدة بعديهم هعمل 4 أعمدة، 1 2 3 4، هعمل 2 سلسلة وهياخد لف، هعد من هنا 1 2 3، وفي سلسلة رقم 4 هعمل عمود. السطر رقم 9، السطر رقم 10، 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، هاخد لفة والف الشغل. فأول فراغ هيقابلني هعمل 4 أعمدة، 1 2 3 4، هنبدأ وحدة جديدة هنعمل 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سلسلة، هاخد لفة، هنا عندي أعمدة بعديها على طول هعمل 4 أعمدة، أدي 1 2 3 4، 8 سلسلة،
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هنا عندي 5 حشو، هفوت أول حشو هعمل هسيبها يعني، وتاني حشو هعمل في بويها حشو، هعمل حشو تاني حشو، حشو تالت حشو، أول حشو آخر حشو هسيبه كده. معايا كام؟ 3 حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة. عندي هنا هاخد لفة فيها، عندي أعمدة قبليها هعمل 4 أعمدة. أدي 1 2 3 4 هعمل 11 سلسلة عشان نعمل واحدة جديدة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سلسلة. هاخد لفة وبعد الأعمدة على طول هعمل 4 أعمدة. أدي 1 2 3 4 هعمل 8 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة. عندي هنا 5 حشو، هفوت الأولانية وأعمل حشو فوق الحشو التانية، حشو فوق الحشو التالتة، حشو فوق الحشو الرابعة، والأخيرة هسيبها كده. معايا كام؟ 3 حشو. هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة. هاخد لفة وهنا عندي أعمدة قبليها على طول هعمل 4 أعمدة. أدي 1 2 3 4 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لفة، وبعد الأعمدة على طول في الفراغ هعمل 4 أعمدة. أدي 1 2 3 4 2 سلسلة. هاخد لفة وأعيد من هنا 1 2 3، وفي السلسلة رقم 4 هعمل عمود. ده شكل السطر رقم 10، هنا كانت وحدة، هنا بقوا 2، هنا بقوا 3. رقم 11 هنعمل 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. هاخد لفة ولف الشغل في الفراغ ده، هعمل 4 أعمدة. 1 2 3 4 هعمل 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 في الفراغ ده هعمل حشو، هعمل 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 سلسلة، وهاخد لفة. عندي هنا أعمدة هدخل براها وأعمل 4 أعمدة. أجي 1 2 3 4 خلي بالك، بصي هنا دي وحدة مفتوحة ودي وحدة بتقفل، دي وحدة مفتوحة ودي وحدة بتقفل، تمام؟ أعمل 8 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا عندي 3 حشو، هسيب الأولى والأخيرة وهعمل في النص وحدة حشو. هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8. خد لفة وفي الفراغ قبل الأعمدة هعمل 4 أعمدة. 1 2 3 4 هعمل 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 عندي الفراغ الكبير ده هعمل فيه حشو. 1 2 3 4 5 6 سلسلة. هاخد لفة هسيب الأعمدة دي وبراها هعمل 4 أعمدة. 1 2 3 4 هعمل 8 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا عندي 3 حشو، هسيب الأولى والأخيرة وأعمل في النص واحدة حشو، وبعدين أعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة، وهياخد لف. قبل الأعمدة هعمل 4 أعمدة. 1 2 3 4
هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 سلسلة، وهعمل حشو في الفراغ ده اهو. هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 سلسلة وهاخد لفة. هسيب الأعمدة دي في الفراغ اللي بعديها، هعمل 4 أعمدة. أدي 1 2 3 4 2 سلسلة، هاخد لفة وأعيد 1 2 3 في سلسلة رقم 4، هعمل عمود شكل السطر رقم 11. السطر رقم 12 هعمل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، هاخد لفة والف الشغل في الفراغ اللي هيقابلني، هعمل 4 أعمدة، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 6 سلسلة. وعندي هنا حشو، هعمل قبليها حشو وفوقيها حشو وبعديها حشو، كده بقى عندي 3 حشو. هعمل 1 2 3 4 5 6 سلسلة وهاخد لفة. عندي هنا أعمدة بعديها هعمل 4 أعمدة، أدي 1 2 3 4، 2 سلسلة، 1 2، وهسيب دول واجي هنا اهو قبل الأعمدة اللي بعديها واعمل 4 أعمدة، أدي 1 2 3 4 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 سلسلة. هنا في أعمدة هسيبها، وهنا في حدة حشو، قبليها هعمل واحدة حشو، فوقيها هعمل واحدة حشو، بعديها هعمل واحدة حشو، 1 2 3 4 5 6 سلسلة. هسيب الأعمدة دي وبعديها هعمل 4 أعمدة، 1 2 3 4، 2 سلسلة. هسيب الفراغ ده والفراغ ده قبل الأعمدة دي على طول، هعمل 4 أعمدة، أدي 1 2 3 4 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 سلسلة. وهاجي هنا في حشو، قبليها هعمل واحدة حشو، فوقيها هعمل حشو، بعديها هعمل حشو، بقوا 3، هعمل 1 2 3 4 5 6 سلسلة وهاخد لفة. سيب الأعمدة دي وبعديها هعمل 4 أعمدة، أدي 1 2 3 4، 2 سلسلة، هاخد لفة وعد 1 2 3 وفي سلسلة رقم 4 هعمل عمود. ده شكل سطر رقم 12. هفضل اشتغل نفس التكرار نفس التكرار، تمام؟ يعني الدور اللي بعديه هيبقى زي الدور اللي هو ده، تمام؟ اللي هو هعمل 8 سلسلة وبعدين هنا 4 أعمدة وبعدين 8 سلسلة وهنا 5 حشو، 8 سلسلة وهنا 4 أعمدة في النص بين الأعمدة دي ودي، عشان أعمل وحدات جديدة. أفضل أشتغل لغاية ما أقدر. لو أنا عايزة خلاص أنهي الشال، هنهي عند السطر اللي زي ده. يعني أنا هفضل أشتغل لغاية ما أنهي في سطر زي السطر ده، عشان ما تتوهوش مني، عشان نعمل بعد كده الكنار بتاعه. عايز تسيبيه كده سيبيه، عايزة تعملي كنار ده اعمليه، عايزة تعملي له كنار تاني انش حرة برضو، دي حاجة ترجع لك. السطر اللي بعده للتذكرة هعمل 1 2 3 4 5 6 7، هاخد لفة والف الشغل في الفراغ الاولاني، هعمل 4 أعمدة، 1 2 3 4، 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، هاخد لفة، مش هاخد لفة سوري، هنا في عندي 3 حشو، هعمل قبليها حشو وحشو فوق الحشو الأولاني، حشو فوق الحشو التاني، حشو فوق الحشو التالت، حشو بعد
الحشو. هعمل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. هاخد لفة، اسيب الاعمدة دي، وفي النص هنا هعمل 4 اعمدة، 1 2 3 4 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي 3 حشو، هعمل حشو قبل الحشو، حشو فوق الحشو، فوق حشو فوق التاني، حشو فوق التالت، وحشو بعد الحشو، كده بقوا 5 حشو. هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8. هسيب الأعمدة دي في الفراغ ده، هعمل 4 أعمدة، 1 2 3 4، وبعدين 8 حشو، 1 2 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة. هعمل حشو قبل الحشو، حشو فوق الحشو الأولاني، فوق التاني، فوق التالت، فوق بعديهم، وبعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة، وهاخد لفة بعد الأعمدة، هعمل 4 أعمدة. أدي 1 2 3 4، 2 سلسلة، هاخد لفة وعيد 1 2 3، وفي رابع سلسلة هعمل حشو عمود مارك. ده شكله اوكي. اللي بعديها بقى اللي هي هتبتدي الغرزة الجديدة اللي هي 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهاخد لفة وهلف الشغل، هعمل 4 أعمدة، فأول فراغ هيقابلني، 1 2 3 4، هعمل 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، هاخد لفة بعد الأعمدة على طول، هعمل 4 أعمدة. أدي 1 2 3 4، هعمل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي هنا 5 حشو، هتجاهل أول حشو وأعمل فوق التانية حشو، فوق التالتة حشو، فوق الرابعة حشو، وهسيب آخر حشو، هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة، وهاخد لفة هنا قبل الأعمدة على طول، هعمل 4 أعمدة، 1 2 3 4، هعمل 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سلسلة، هاخد لف بعد الأعمدة على طول، هعمل 4 أعمدة. أدي 1 2 3 4، هعمل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي 5 حشو، هتجاهل الأولى وأعمل حشو فوق التانية، حشو فوق التالتة، حشو فوق الرابعة، وهتجاهل الأخيرة، هعمل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، هاخد لفة وقبل الأعمدة هعمل 4 أعمدة. أدي 1 2 3 4، 11 سلسلة، عملت 11 سلسلة، وهعمل بعد الأعمدة على طول 4 أعمدة. أدي 1 2 3 4، 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي 5 حشو، هتجاهل الأولى وأعمل فوق التانية حشو، فوق التالتة
حشو الرابعة حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية سلسلة، وهاخد لفة هعمل هنا اهو 4 أعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة 11 سلسلة، واحد بعد 11 سلسلة في آخر فراغ هعمل 4 أعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة 2 سلسلة وهاخد لف، هعيد واحد اتنين تلاتة، وفي رابع سلسلة هدخل واعمل عمود. خلاص احنا حفظنا بقى الشطار، هنا كانت وحدة واحدة، هنا بقوا اتنين، هنا بقوا تلاتة، هنا هو واحد اتنين تلاتة طالع أربعة، وهكذا نفضل نكرر، وآخر سطر زي ما قلت لكم السطر اللي هو زي السطر ده عشان نعمل الكنار بتاعه. نشتغل نقرر الطول اللي احنا عايزينه. عايزين بقى نعمل الحرف، هنعمله ازاي؟ هنيجي بص بقى ركزي معايا، هنا اهو اللي هو الجنب ده، الجنب النازل ده، تمام. هنعمل الاول سلسلة، كل عمود هنا او فراغ هحط فيه 4 سلسلة، ادي واحد اتنين 4 حشو، تلاتة 4 حشو، هاجي في الفراغ اللي بعده هعمل 4 حشو، واحد اتنين تلاتة 4 حشو، في الفراغ اللي بعده 4 حشو، واحد اتنين تلاتة 4 حشو. هشتغل في كل فراغ من الفراغات بتاعت الجنب ده، كل فراغ هعمل فيه 4 حشو لغاية ما اوصل هنا اهو للجزئية دي. عملت الجنب ده كله لغاية ما وصلت للـ4 أعمدة اللي تحت. هنا في الـ4 أعمدة فوق كل عمود هعمل غرزة حشو، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، تمام، 4 حشو فوق الـ4 أعمدة. هنا في الفراغ في الفراغات الجنب التاني ده برضو هعمل في كل فراغ 4 حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة، في الفراغ اللي بعده 4 حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة زي الجنب الاولاني ده. هنا بقى لما اوصل هنا هقول لكم هتعملوا ايه. بعد ما عملت الجنب التاني بصوا بقى هنا في الزاوية، هنا في الفراغ كنا بنعمل 4 سلسلة 4 حشو بالطول صح، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، للزاوية هروح كملة 2 حشو، ادي واحد اتنين حشو، وبعدين هروح مكملة 3 حشو، يبقى انا عملت 4 و2 يبقوا 6 6، واروح حط عليهم 1 2 3 حشو، تمام. هنا عندي 4 أعمدة هعمل فوق كل عمود حشو، ادي 1 2 3 4، هنا عندي 6 سلسلة فوق كل سلسلة هعمل حشو، يعني هعمل 6 حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، عندي 3 حشو هعمل فوق كل واحدة حشو، ادي واحد اتنين تلاتة، هنا 6 حشو، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، عندي 4 أعمدة هعمل فوق كل عمود حشو، يبقى الجنب اللي هو بيبقى فوق ده فوق كل عمود حشو، وفوق كل حشو حشو، وفوق كل سلسلة حشو، تمام. وفي الزاوية الناحية التانية هعمل نفس عدد الحشوات اللي هنا. قلت كله داير ما يدور، في آخر جزئية اللي احنا بدأنا فيها بـ4 حشو هعمل كمان 5 حشو في الفراغ الصغير ده، هعمل واحد اتنين
تلاتة ماشي، تلاتة اللي هما المفروض كانوا يتعملوا، واتنين اللي هما بتوع الزاوية. ادي واحد اتنين، هدخل في اول حشو انا قابلتها واخد لفة واسحبها من هنا اهو بغرزة منزلقة. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة، وهاخد لفة اتنين على الابرة، وهدخل في نفس المكان اللي انا واقفة فيه وهاخد لفة، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، ده كده عمود بلفتين. هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، هاخد لفة اتنين على الابرة وهدخل في نفس المكان واعمل في القفلة اتنين تلاتة، لفة اتنين على الابرة وادخل في نفس الفراغ واخد لفة، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، واحد اتنين سلسلة، لفة اتنين على الابرة وهدخل في نفس المكان واطلع لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، لفة اتنين على الابرة واخد لفة واطلع لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين. كده عملت عمودين، اتنين سلسلة، عمودين، اتنين سلسلة، عمودين، اتنين سلسلة، واحد دي الغرزة اللي انا شغالة فيها، عيد واحد اتنين تلاتة، وفي الحشو رقم اربعة هعمل حشو، هعمل اتنين سلسلة، هاخد لفة، عملت اتنين سلسلة، هاخد لفة اتنين على الابرة وهعد واحد اتنين تلاتة حشو، وفي الرابعة هدخل واعمل عمود بلفتين، لفة اتنين وعمود بلفتين في نفس المكان، اتنين سلسلة ولفتين وعمود بلفتين في نفس المكان، لفتين وعمود بلفتين في نفس المكان، اتنين سلسلة، لفة اتنين وعمود بلفتين في نفس المكان، وعمود بلفتين في نفس المكان. كده عملت كام؟ واحد اتنين تلاتة، هعمل كمان اتنين سلسلة وعمودين لفتين، لفتين، اتنين سلسلة، هعيد واحد اتنين تلاتة، وفي رابع حشو هعمل حشو، هعمل اتنين سلسلة واخد لفة اتنين على الابر، هعيد واحد اتنين تلاتة، وفي رابع حشو هدخل واعمل عمود بلفتين، لفة اتنين وعمود بلفتين في نفس المكان، اتنين سلسلة، لفة اتنين على الابرة وادخل واخد لفة، لفة اتنين على الابرة واعمل عمود بلفتين في نفس الحشو. كده بقى عندي عمودين، واعمل اتنين سلسلة، لفة اتنين على الابرة وعمود بلفتين في نفس المكان، فكيته، عمود بلفتين في نفس المكان، اتنين سلسلة وعمود بلفتين في نفس المكان. كده عملت مجموعة اتنين تلاتة اربعة، هعمل اتنين سلسلة وهعمل اعد واحد اتنين تلاتة حشو، في رقم اربعة هعمل حشو، اتنين سلسلة، وهكذا لغاية ما اخلص. بصوا بيبقى مفرفر كده، ملولب كده، تمام. هكمل بقى داي ما يدور المفرش كله، عملت داي ما يدور المفرش في الزاوية هنا بس اللي هي فوق دي، هعمل اتنين سلسلة اهو، هاخد لفة وهاجي في الزاوية دي هنا، هعد بس من اول هنا اهو كده، هعد واحد اتنين تلاتة، وفي رقم اربعة هدخل هاخد لفتين الاول، واحد اتنين تلاتة، وفي رقم اربعة هدخل واعمل نفس المجموعة دي، اتنين سلسلة وعمودين، كل عمود بلفتين، او ممكن تعمليهم الاتنين سوا كده، وممكن تعملي كل عمود لوحديه عادي، اتنين سلسلة، لفتين، وهنعمل عمودين في نفس المكان، كل عمود منهم بلفتين. كده عملت كام؟ تلاتة، واقفينهم سوا، اتنين سلسلة، لفتين، واعمل كمان عمودين، عايز تسيبيهم سوا في اليوم، عايزة تسيبيهم مفتوحين براحتك، وهنقفلهم سوا، وهعمل اتنين سلسلة،
وهاخد لفتين وادخل في الحشو اللي بعديها، واروح عامله مجموعه مكونه من 3 مجموعات. يعني هنا بصي، هنا 1 2 3 4، اللي بعديها دي تبقى 3، 1 2 سلسلة 2، يعني في الاخر يبقوا 7 3، 2 سلسلة، والتالتة في نفس المكان عشان تديكي البراح بتاع الزاوية كده. هعمل 2 سلسلة. بصي بقى المجموع بتاعك 1 2 3 4 5 6 7 7، فاحنا قسمناهم على 2 حشو، واحدة خدناها 4 وواحدة خليناها 3، تمام. هنعد بقى 1 2 3، وفي رابع حشو هنعمل حشو، هنعمل 2 سلسلة، هناخد لفتين، هنعد 1 2 3، وفي رابع حشو هندخل ونعمل مجموعة جديدة زي ما كنا عاملين في الجنب. ادي مجموعة 2 سلسلة، لفتين في نفس المكان، هعمل كمان عمودين 1 2، واقفل 2 سلسلة، لفتين وفي نفس المكان، هعمل كمان عمودين 2 سلسلة، واخد لفتين وفي نفس المكان اعمل عمودين، كل عمود منهم بلفتين طبعا، نقفل 2 سلسلة، وهعد 1 2 3، وفي رابع حشو هعمل حشو. ده شكل الزاوية علشان تبقى لفة معاكي مرتاحة اهي. خلاص، وهكمل لغاية اخر السطر. لفيت داير خلاص كده من فوق، اخر جزئيه عند الحته اللي احنا بدانا منها. لو يعني انت باقي عندك كام وحده حشو، حاولي توزنيهم وتوزعيهم على مكان هنا. يعني انا هنا فوق في بعضهم عملتهم بعد 4 حشو مش بعد 3، علشان اوازن، عشان ما هي كان هيتبقى عندي في الاخر كام وحده حشو وما لهمش مكان. وطبعا ده هيفرق، عشان انت طبعا كل ما بتطولي الشال المساحه دي بتكبر. اوكي، هناخد نعمل 2 سلسلة، وناخد لفتين. هنا عاملين في قرصة الحشو عاملين 3 مجموعات، هنعمل بقى في الحشو اللي قبليها دي واحدة زي دي بالظبط، تمام. عمودين 2 سلسلة، لفتين وفي نفس المكان عمودين 2 سلسلة، لفتين وفي نفس المكان عمودين 2 سلسلة، لفتين وعمودين في نفس المكان 1 2، واقفل. وبعدين اعمل 2 سلسلة واقفل. فين بقى؟ بصوا هنا عند التجمع بتاع العمودة دي، عند اول عمود هدخل هنا اهو، واخد لفة واقفل بغرزة منزلقة واقص الخيط كده. هاخد السلسلة عشان أعمل الشغل، وأوريك كمان تنضفيه زي مرة عشان يبقى إيه خلصنا كله. جيب إبرة تنظيف، في منها معدن وفي منها بلاستيك، هدخل في الخيط كده، وآجي مع اتجاه الغرز، أدخل كده وأطلع كأني بخيط بس مع اتجاه الغرز مش عكسها عشان ما تبانش، وأدخل كده أريحها كده، واروح راجعه تاني بس في غرز تانية علشان ما تفكش مني اهو كده، واروح قصه الزياده. الشال ده غير الشال اللي فات. الشال اللي فات خد مننا اللي هو برضه العنكبوت التاني، كان بياخد خيط كتير. الشال ده ممكن تعملي الشال كله بشالتين ونص خيط، لو انت تعملي شال كبير، لو انت تعملي سكارف كفايه شال قوي هتعملي سكارف معاكي حلو. لايك وشير الفيديو، بحبكم جدا، يا رب اكون فدتكم واشوفكم على خير، ورايكم بيهمني جدا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.